لا قواعد اشتباك ولا هم يحزنون. يمعن العدو الإسرائيلي بخرق الخطوط التي رسمت منذ بدء عمليات الحزب في 8 أكتوبر ليضع الهدنة التي تجري على قدم وساق في مهب الريح. فما هي أخطر التطورات وماذا عن مصير الهدنة؟ يوقد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو جمر الحرب، ومع تسارع الأحداث أمس شهدت المواجهات في جنوب لبنان تصعيداً غير مسبوق باستهداف الطيران الإسرائيلي لأول مرة منذ بدء الطوفان عمق مدينة النبطية. من هنا كثر السؤال عن مصير الهدنة التي يصفها المراقبون بالهشة، تحديداً حصة الجنوب منها. وفق مصادر صحفية، اختار العدو طريقة جديدة في الحديث عن الجبهة الشمالية من دون ربطها بمجريات الأمر عند جبهة القطاع. وكان البارز أمس جولة وزير الحرب يوآف جالانت في المنطقة الشمالية وقوله: إذا اعتقد حزب الله أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب سيوقف إطلاق النار، سنفعل أيضا، فأنه بذلك يرتكب خطأ كبيرا. ونحن في مرحلة مفاوضات الجدية، لكن علينا أن نكون حذرين من التصريحات الإسرائيلية، لأن الإسرائيليين يتحدثون عن التحضير لعملية تستهدف رفح، وهذا القصص سيكون خطيرا جدا، يستهدف الأمن المصري ويستهدف فلسطين. لذلك المهم الحذر، لأنه كما حصل أمس في العراق وفي سوريا قبلها، أنه في ظل المفاوضات يتم تنفيذ عمليات عسكرية وأمنية لاستهداف أما مناطق سورية أو عراقية أو قيادات، وهذا ما يجري، لأن كلام نتنياهو أمس خطير جدا. نعم. والمعطيات الإسرائيلية خطيرة بهذا المجال، يجب الانتباه لها خصوصا من قبل قوى المقاومة. جالانت صب الزيت على النار، مضيفا أنه طالما لم نصل إلى وضع يمكن فيه إعادة سكان الشمال بأمان فلن نتوقف، عندما نصل إلى ذلك إما من خلال التسوية أو بطريقة عسكرية سنكون قادرين على أن نكون مطمئنين. هناك طرح اليوم متكامل، لكن كل ما يطرح اليوم هو سيناريوهات تقديرية تحضيرية، لكن كلها مرتبطة بما يجري في غزة ووقف في غزة. بس برأيك هل يمكن أنه نبلش نشوف مؤشرات لهذا التفاهم أو هذا الاتفاق مع بداية الهدنة الأولى بغزة؟ يعني عمليا حسب يعني المواقف قيادة حزب الله، أنه عندما تتوقف الحرب في غزة ستتوقف العمليات من قبل حزب الله، لكن هذا مشروط بما يخططه الإسرائيليون. لذلك الأمريكيون اليوم والفرنسيون يتحركون لكي لا تقوم إسرائيل بعمليات عسكرية ما بعد وقف النار في غزة على الجبهة الجنوبية، وإعطاء وقت للمعالجة، لأن الإسرائيلي يعتبر أنه إذا لم يتم سحب مقاتلي حزب الله من جنوب لبنان سيظل الخطر قائما بالنسبة للمستوطنات، لذلك هو يهدد بعمل عسكري أيضا على الجبهة الجنوبية. ومع تصعيد العدو الإسرائيلي يستعد أموس هوكستيل للقدوم إلى لبنان لدرس الأوضاع، ولكن تنقل صحيفة الجمهورية أن صفقة الأخير سقطت قبل أن تولد. في الأسباب تفند مصادر الجمهورية أن سقوط الاقتراحات الأمريكية والأوروبية أصبح معروفة بعدما نشرها أكثر من مصدر رسمي لبناني وإسرائيلي وأكثر من مصدر إعلامي غربي وإسرائيلي، ومختصرها أن في جوهرها وشكلها تراعي أن إسرائيل ومصالحها على حساب لبنان وأمنه. وختمت المصادر أنه لا يبدو أن ثمة جوابا جاهزا بعد عند جميع الأطراف حول طبيعة المرحلة المقبلة.